تتويجنا ببطولة دوري الأبطال، وهو ده فعلا اللي حصل. طيب نروح لجنوب أفريقيا ونروح لواحد من نجوم منتخب جنوب أفريقيا، وأعتقد أنه الاسم مش هيكون غريب عليكم قوي لأن واحد من نجوم القارة الأفريقية كمان، دكتور كومالو نجم منتخب جنوب أفريقيا السابق، هيكون معنا في السادسة من خلال فيديو كونفرنس. دكتور كومالو أهلا بك على شاشة النادي الأهلي. اوكي ثانك يو. شكرا لحضراتكم. دكتور كومالو، بداية خليني أسألك عن تجربة بيتسو موسيماني مع الأهلي، وإزاي تلقيت خبر تعيين بيتسو موسيماني عشان يكون مدير فني للنادي الأهلي؟ Are you asking me a question now? Yes sir, if you allow me, the question is how... نعم، قبل كل شيء اسمحوا لي أن أحييكم وأشكركم على دعوتي للحضور. كيف استقبلت الخبر كجنوب أفريقي؟ كان بالتأكيد خبر مفاجأة لي أن يتركنا موسيماني وأن يتم تعيينه كالمدرب الأساسي لنادي الأهلي. وحين استقبلنا هذا الخبر يعني بعتنا البعض رسائل، نحن الأبطال والمهتمين بالكرة في اتحاد جنوب أفريقيا ونادي ماملوني سان داونز وبيفانا بيفانا، وكان أثر ذلك في هذا الوقت هو أننا متوقعين أن يتم تتويج الفريق، وبالتالي كان الخبر كمفاجأة لنا، يعني هنقول مفاجأة رأس السنة. وأنا شخصيا كان الخبر بالنسبة لي لم يكن الأمر فقط بالنسبة للرياضة أو متعلقا بالرياضة، بل كان العلاقة بين الأهلي، يعني كيف يمكن للأهلي أن يعملوا على أن نتخطى الحاجز بين باقي الدول الأفريقية والنوادي الأفريقية. وأولا أنا بالتالي أفضل وأحيي ما قام به السيد رئيس نادي الأهلي وكذلك كافة العاملين بالجهاز الإداري للأهلي ومشجعي الأهلي على رأس الكل والمصريين لأنها دولة أحبها، ولهم أتمنى يعني وأنا أشكرهم على ما قابلوا به حضور موسيماني من إيمان به وثقة فيه، وما قدمه الأهلي هو رسالة للأفريقيين ككل، هو أننا باتحادنا يمكننا أن نهزم العالم. الأهلي رئيس الأهلي حين طلب لم يطلب منه فقط أن يكون مدرب الرئيسي للفريق، ولكن كان هذا بمثابة فتح الباب للأفريقيين حتى نتلاقى على الوحدة. طب ننتقل لتجربة الأهلي وواحد من أكبر الأندية في العالم وفي أفريقيا مع بيتسو موسيماني. في رأيك أو من وجهة نظرك، في حالة نجاح التجربة، هل تتوقع انه ده يغير من خريطه عالم التدريب في القاره الافريقيه وانه يصبح في مساحه اكبر للمدرب الافريقي على مستوى تدريب الانديه والمنتخبات الافريقيه؟ نعم، نحن نعلم جميعا أن الأهلي هو أحد أكبر الفرق، هو أفضل الفريق في أفريقيا، وبالتالي يمكن أفضل من سان داونز. وبالنسبة لهم أن يكونوا ضموا إلى كفاءاتهم كفاءة السيد موسيماني، كان الأمر هو بمثابة إضافة كرز على رأس التورتة الكبيرة. وموسيماني لديه الخبرة المناسبة والفريق لديه خبرة طويلة وهو رقم واحد في أفريقيا، وقد ضم إلى إمكانيات النادي مدرب هو رقم واحد في أفريقيا حاليا، وهو بالتالي كان قادر على أن يقيم بفريقه للوصول إلى مستويات على مستوى تاريخه، وكان يعني الأهلي حضر خبرات الذي قدمها موسيماني في تاريخه ووصوله إلى الكأس. والآن وصول مستر موسيماني للتدريب الأهلي
هو تضافر قد سوف يأتي بنا أكيد إلى الوصول إلى مستوى آخر، مستوى أعلى على الكرة الأفريقية. ونحن هنا نتحدث عن الفريق الذي نحترمه سواء فنيا أو كتاريخ. الأهلي كفريق لديه، نعم، لقد أرانا على مدار السنوات الطويلة أنه لديه ما يقدمه. وحين يعني أتكلم عن التاريخ، حين قام فريق الذي يدربه موسيماني بفوز مقابل الأهلي، هذا يعني الكثير. وبالتالي أنه يعني أن موسيماني لديه نوعية يمكن أن يقدمها، لأنه ليس من السهل أن نلعب في أفريقيا ونكسب أو أن نقوم بتدريب منتخب قومي. ولكن موسيماني تقدم في مشواره كمدرب ولعب لأفريقيا ودرب على أفريقيا، وكذلك نما كمدرب على مستوى الشخصي، ولديه أيضا لو أردنا أن نرجع إلى تاريخه تربية وخبرة طويلة في مجال التدريب. ومن هنا اسمحني أن أقول أنه من أفضل الاتفاقيات التي قام بها الفريق. فالأهلي هنا أنا أرى فريق ذو رؤية، وكذلك موسيماني لديه رؤية. أنا أتحدث عنه الآن كزميل وكزميل لاعب أيضا، وأعلم أنه قادر أن يحسن الاختيار، وهو ليس بخاسر، سوف يعمل دائما على الحصول على النجاح من خلال تقديم أفضل ما لديه ومن خلال الرؤية واضحة للأهداف. لقد رأيته ينمو على مستوى الفني، سواء باللعب على الشوارع أيام كنا صغار، وكذلك رأيته يلعب لأحد أكبر الفرق مثل كوزموس، إلى أن وصل إلى سان داونز ولعبت معه في الفريق القومي وتعلمت منه الكثير أثناء اللعب معه. ولكن دكتور كومالو، مستر كومالو، إيه الرسالة المهمة اللي توجهها المستر موسيماني في التوقيت ده قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا؟ نعم، ما أود أن أقوله له لكوتش بيتسو، لقد أخذت طريقا طويل ورأيت الكثير من الجيد والسلبي، ولكن أنا أتمنى لحضراتكم كنادي الأهلي ولك موسيماني كل الحظ. ولقد لكنا دائما فريق واحد، وكنت دائما أفضل مدرب، وكنت دائما تفاجئنا، وأنك الآن في أفضل مرحلة من تاريخك، وأتمنى لك بالتالي أفضل الحظ لك وللفريق ولداعمي فريق الأهلي، وليبارككم الله سبحانه. الكرة في أفريقيا دكتور كومالو اتطورت كثير جدا عن السنوات اللي فاتت، يعني بنتكلم على تطور على مستوى البنية التحتية، بنتكلم على تطور على مستوى المسابقات المحلية والمسابقات القارية، بنتكلم على تطور حتى في حجم مشاركة اللاعبين الأفارقة في دوريات الأوروبا وفي أكبر الأندية الأوروبية. ومع ذلك حتى اللحظة ما فيش منتخب إفريقي قادر على الوصول على الأقل للمربع الذهبي أو لنهائي كأس العالم. من وجهة نظرك إيه هي الأسباب وإزاي ده ممكن يحصل؟ مع شديد الأسف أفريقيا، الدول الأفريقية حتى الآن، نعم اسمحوا أن أقول لي، لم تحظى بالاهتمام المطلوب على مستوى البنية التحتية. وبالتالي الدول التي لديها مثل هذه البنية التحتية المناسبة وكذلك التي لديها أفضل الإمكانيات على مستوى العالم هي التي تنافس على مستوى كأس العالم. وبالتالي الذي أعرفه الآن هو أننا يجب أن نأخذ تلك الفرصة وأن نقدم أفضل ما لدينا من نوعية، لأن هذه النوعية هي التي من شأنها أن تحملنا إلى المربع الذهبي، لأن من هنا فقط يمكننا أن نرى أفضل ما في أفريقيا. ونحن كيف علينا إذن أن ننظر إلى هذا الأمر كقارة بأكملها؟ كيف يمكننا أن ننافس؟ كيف يمكننا أن ننتج رياضة على مستوى العالم؟ يعني في مقابل دول أخرى لديها بنية تحتية متطورة، وهنا نتكلم عن مثلا في أفريقيا 5 دول فقط التي يمكنها أن تشارك في المسابقات الدولية. وإن كنت أختلف معك دكتور كومالو، يعني أنا برى أنه في بعض الدول الأفريقية قد تمتلك مثلا إمكانيات وبنية تحتية رياضية أقوى بكتير جدا من دولة زي بلجيكا، ومع ذلك بلجيكا نجحت في الوصول للمربع الذهبي ونجحت في تقديم
عدد كبير جدا من نجوم الكرة بيلعبوا في أكبر الأندية العالمية. دعني أقول إن في أفريقيا نعم لدينا فرق قوية ولديها بنية تحتية، وبالتالي أقول، ولكني مع ذلك أقول أن هناك يعني حتى تصل الدول إلى مسابقة كأس العالم لابد أن ننظر إلى تلك الدول التي لديها البنية التحتية حاليا، وبالتالي أن نتطور، لأننا لن نتمكن من أن نصل إلى التطور إلا أن وصلنا إلى ما الإمكانيات الموجودة في أوروبا، واللعب بطريقة وإدارة بطريقة بروفيشنال، وأن نطلب العون وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى حتى نصل سويا إلى هذا المستوى. إجابات سريعة دكتور كمالو، من وجهة نظرك ايه هي او مين هم افضل ثلاث لاعبين على مستوى القاره الافريقيه؟ افضل ثلاث لاعبين على مستوى القاره، اتكلم بالتاكيد عن صلاح، وثانيهم السنغالي، ما اسمه؟ ساديو ماني. فابيو ماني الذي يلعب مع صلاح في ليفربول. ساديو ماني. وثالثهم، اعذروني لا استطيع ان استرجع اسمه، ولكن افريقيا لديها تلائك اكثر من، كنت اود ان اذكر ماني وصلاح. اوباميانغ لاعب الارسنال. ما كان الاسم الذي ذكرته سيدي؟ وفي رياض محرز من الجزائر. From Algeria. Yes. نعم. From Algeria. من نعم، اللاعب الجزائري رياض محرز الذي ذكرته، ولكن يعني أفريقيا يمكنها وقد بالفعل أنتجت العديد من اللاعبين الشباب حاليا الذين يلعبون لأوروبا، والأمر برمته هو أننا لم نصل بعد إلى قمة الهرم. بشكرك شكرا جزيلا. نجم منتخب جنوب أفريقيا السابق دكتور كمالو كان موجود معنا من خلال طبعا الفيديو كونفرنس، ونختم فقرتنا دي